ناصي منك وجاي يقول له والله انبهى، يقول له الشايب ذا ناصينا، ويقول له والله انه محتزم بجنبيته، يقول و على اثر خطاه يقول له بذل حيه اللي تسعه توه، يقول سعد شافها يقول شل جنبيته وتعزوى، يقول قلبها يقول له الحيه نص، يقول والله يا ريجي طبعا انا سمعت السالفه من جوا ولا ادري عن صدقها من كذبها، يقول له والله ان الرجال اي سمعت السالفه من واحد يقري يعدها اي في الجوال. متى؟ زمان يا اخي احنا لا تسوي نفسك تحشر. لا الرجال يوم يقول له ذا العاصفه اللي جات حقت الغبره يجيك يقول له والله ما يصير يوم اشتلت الرجال شل حو اي والله يقول له والله اني يوم اقوم يا ولد انا في حلم، يقول ليه والله انه فص ملح وذاب الرجال معزز شوفوه، يقول واجلس واقوم يا ولد انا في حلم ولا علم، وتعوذ من الشيطان وتعوذ من ابليس، يقول له والله اني اجلس يمكن 10 دقائق ولا ربع ساعه، يقول له الرجال ذا يقول له والله انها العاصفه اللي نفس هي، يقول لهم رده الرجال ضربت بفلق هاي لا اله الا الله، يقول وجه عند الرجال والله يا ابن يا الحال ايش فيه اسلم انت ايش تبكي يا ابن ايوه الله ايش تبكي افتاك الرجال طول عمر السلامه، يقول وجي وانصر الرجال سلام كيف الحال حي الله سلم الله وش العلوم وش الاخبار يا فلان انت اللي قتلت عقب ما ضربت بالعصا إيه؟ مره ثانيه قال لي قال انت يا فلان انت اللي قتلت الحيه اللي قبل شوي ونصتك، قال لي بالله قال هو صدق، قال لي والله على ما جاك صدق ليه، قال انا والله كنت تحتيك العرعر وشفتك ابغى علومك، قال شلتني ذا العاصفه، ويقول لي والله اني يوم دخلت لي في 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 مكان يقول ما ادري هو فوق الارض ولا تحت الارض عقب ما ضرب الحية وشالت العصا. إيه. يقول له والله إني في عالم ثاني. هذا الرجال جن بسم الله الرحمن الرحيم بالله. بسم الله الرحمن. يقول وقابل لي واحد شايب. يقول ماسكيني ذني. يقول له بشايب وجالس كذا ومعه معكازة. يقول قال إيش عندي؟ قال أنا أبغى نوديه الأمير. قال دخله. يقول وادخل على الامير يقول له شباب جالسين كذا، يقول و اجي عند الرجال ذا قالوا هذا قتل اخونا ونبغى ناخذ الحق يعني الحيه طلع اخوهم ايه ونبغى ناخذ حقنا من الرجال، قال عطني انت ما عندك، قال والله يطول عمره السلامه وانا ماشين في دربي واعترضت لي ذا الحيه وقتلتها، قال اخوكم متلبس على اثر حيه، قال لي قال يستاهل ما جاه وخلوه يروح، يقول شدني حاجه قلت الشايب اللي واقف عند الباب منو، قال خوي الصغير، قال غريبه كيف خوك الصغير وهو شايب انقذ هلت عظامه وانت الكبير ما شاء الله عليك، قال انا مزرعتي في صفا زيس ومعي مره ما ادري ايش قال طيب تنصاري ونيتي طيبه فالله فاكرمني الله اكرم نفسه الرجال واكرم اكرمها الله انه بنيها الطيبه وام اخوي في مزرعته على حدر ومرته هرار تنطرره في شيب قبل حله حو. يقول له والله اني يوم شفت الشيء ذا يقول جيت لي عندك في محلك ذا يقول انا كنت في عالم غير عن العالم اللي كنا فيه فطراها الحية يوم يقول الحية هم الحية في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ما معنى الحديث انك اذا شفتها الحية في
في بعض الحديث انهم يقولون الحية السوداء. ايه في بعض الحديث رواها انها اي حية عادي انك تسألها بالله ثلاث مرات انت طلع. ايه من المكان اللي ما طلعت تقتلها. مثل شايب يعلمون انه يقولون هو في المحكمة يقول جالس ولو والله مع باب المحكمة ذا الحية اللي دخلت يقول قام الرجاجيل تفازوا يبغون يقتلونها قال خلوها. أسألك بالله إن كنت متلبس أنت طلع. أسألك بالله إن كنت متلبس أنت طلع. يقول سألها ثلاث مرات يقول لا والله إن الحية يوم التفت وطلعت مع باب المحكمة. لا إله إلا سبحان الله. الواحد يعني ما وصى الرسول في حاجة إلا لازم إن الشخص إيه أكيد له هذا أكيد لها أمور. في بعض الناس لا شاف له حية ولا شاف له شيء سعى على طول لها. غلط سم بالله واذكر الله واسألها ثلاث مرات. راحت راحت ما راحت تأكد أنها حية صح. راحت تروح تلغي لا خلها تروح لو كان فيها شيء. الكجر اللي قتلتها حية والدواء ايش هي الكجر اللي قتلتها ما أدري والله. اللي المعروف الأجر إن الوزغة إذا قتلتها لأنها كانت لأنها كانت تنفخ النار يوم كان قوم إبراهيم يعذبونه. إبراهيم يوم كان قومه يعذبونه فكانت الوزغة تنفخ النار. سميتها إسماعيل دلوغة عرفت كانت الوزغة تنفخ النار على إبراهيم عشان يزيد. وكان الضفدع تلدغ اللي فيها ماء يروح يطفي له فسبحان الله. جنتل آه هذا الجنتل متى تخلص جنتلتك يلا 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 اللمبات اللمبات يقول لا يالله يلي تحت هيبة سلطنتك اسلمت لك المسلم يسبح لك بحمدك ولك الاسلام آمين. احمدك واشكرك واذني عليك بما علي نعمت وزدني في وفا بر العشير ووصل الارحام ولد كل فجر يا ليل الذهول اللي علي ظلمت بعرضك واقع الماضي علي عرض الافلام ولا تكن دي ملي على صافي وفا كظرمت بصفحة ذكريات العام واللي من ورا العام الله الله. بعد تقرير مشوار التجارب نجحك ويزمت بان السيف سيفي والعصا والمحزم حزام الله اكبر. اباهي لا ابالي واتبيصت كل ما قدمت شب النار قدام العرب وشيد خيام الله. نهاري حر شمسه يستحي منها لسان الشمت وليلي يترجم نجومه ملامة كل ملام على ضوء الكلام اللي يكشف عنا استار الصمت وكشف عنك هالدجال لين اشرقت لك بيض الايام ايه هذه اللي بنجدله عيون الصد وعيون اتجاه في حول مهما كرمت تشوف المجتهد كسلان والبناي هدامي كثر ما حن صدري للونيس وكثر ما درهمت فجر صدري حنيني واتعب على اقدام درهامي مصيبه لا تردد قيمتك في عين من قيمت يشوفك بالسهل وانت تشوفه بس مسامي مدام إن جانبي شامل جنابك وانت عني شمت كثر خيرك فانا لاني بلا جايع ولا ضامي ولا ضامي اشوف انه علي واجب يا مريتكم سلمت مو الكرام تربطها الكرامة عند الكرام كرامي اشوف انه علي واجب يا مريتكم سلمت مرور كرام تربطها الكرامة عند الكرامي وعلشان الخفوق اللي على عرشه قعدت وقمت وحجب عنك الدجال لين اشرقت لك بيض الايام يصير الوقت يشرح لك ظروفه لا غفلت ونمت يصحيك الزمان اللي يصحي كله من نامي ختام السالفه يا طيب عشت كرمت ودمت كثر خير هذا حقك علي وحق شرهاتي على وهامي وتعرفني